سلو موشن هي إحدى المؤثرات البصرية التي تسمح ببطيء مشهد ما، كما يسمى كذلك بالكاميرا البطيئة أو الكاميرا الشبح. وعادة ما تستعمل هذه الوسيلة كثيرا في أفلام الأكشن، خاصة عندما يتعلق الأمر بلحظات مشوقة ومثيرة، ويتم اللجوء لهذا الأسلوب بغية الحصول على مؤثر بصري يشد انتباه المتفرج لثوان حتى لا يفقد أي تفصيل مهما بلغت دقته. سنقدم لكم اليوم من خلال هذا التوب 7 لحظات للكاميرا البطيئة لو لم تسجل لما صدقتها أبدا. سابعا، من منا لم يحضر يوما الفشار وسمع الأصوات التي تصدر منه وهو ينفجر؟ لكن ما رأيك في مشاهدة حبة الذرة وهي تتحول ببطء لتصير فشارا؟ جميل، أليس كذلك؟ سادسا، هل تعلم أن الكلاب تقوم بثني اللسان عند شرب الماء؟ لعلك لم تنتبه لذلك يوما، شاهد معنا الآن كيف تقوم الكلاب بذلك. خامسا، لنشاهد بالعرض البطيء كيف تقوم طائرة صغيرة برش الحقول بمواد كيميائية ومبيدات. هل شاهدت ذلك؟ انظر الآن كيف تبدو طائرة استكشافية وهي تحلق في الجو بالكاميرا البطيئة. رابعاً، إذا كنت من عشاق سباق السيارات فعليك أن تشاهد كيف تبدو هذه الأخيرة على شاشة الكاميرا البطيئة. ثالثاً، ماذا لو شاهدنا كيف تسقط حبات طماطم فوق مصيدة الفئران بالعرض البطيء طبعاً؟ ثانياً، لاحظ كيف تفقد كل التفاصيل لأحد عشر علبة للمشروبات الغازية في ثانية واحدة. لكن من المؤكد أن الأمر مختلف تماماً عما ستشاهده في العرض البطيء. أولاً، لقد قام يوتيوبيان من الولايات المتحدة الأمريكية بتصوير لحظة وخز بالون عملاق مليء بالمياه، وذلك باستعمال الكاميرا البطيئة. إنه حقا أمر لا يصدق. هل رأيت الفرق؟ من المؤكد أن الاختلاف واضح. أخبرونا في التعليقات عن الصور التي ترغبون في مشاهدتها بالعرض البطيء.